فرشة أسنان. منعش وبطعم النعناع. أهلاً إلى الليزي تاون، الأجمال في الكون. هنا روبي يخطط للشر وسبورتاكس يسعى للخير. ستيفاني الرقيقة، لزيجي أفضل صديقة. مع بيكسل ستينجي وتريكسي أيضاً سيمرحون معاً. حيوية ونشاط، الحياة في الليزي تاون. لن تشعر معنا بالأحباط، ستفرح في الليزي تاون. عيد فرشاة سعيداً. إنها لي، وهذه أيضا لي. كل شيء لي أنا. وخمسة عشر إلى اليسار. تنظيف الأسنان. قشدة. انتهى البرنامج. تسجيل دخول الابتسامة. ابتسمي جيدا. ابتسامتي. أجل، إنها لي. زيجي، استيقظ، اليوم عيد ميلادك. نعم، أراك لاحقا. يا له من ولد لطيف. يأكل الحلوى. أحب طعم حلوى التوفي صباحا. هل يشبه طعم التوفي؟ علي أن أرسل دعوة عيد ميلادي لسبورتاكس. ماذا؟ حفلة عيد ميلاد؟ ماذا ستجلبون له بمناسبة عيده؟ إنها مفاجأة. ماذا؟ ماذا هديتك ستينجي؟ من أنا؟ حسناً، لقد حضرتها، لكن سأحتفظ بها. ستحتفظ بها؟ إنها هدية عيد ميلاد، لا يمكنك أن تحتفظ بها. حسناً، كل سنة يطلب الهدية نفسها. حلوى توفي. أقال أحدكم توفي؟ أين هي؟ أين هي؟ سمعت أحداً يقول توفي، أنا متأكد من ذلك. ها؟ ترى لما لم تتم دعوتي؟ حسناً، لن أسمح بحدوث ذلك مطلقاً. حان وقت التنكر. أوه، كان ذلك سريعاً. الأرنب مضحك كثيراً. المال. هذا هو المطلوب. والآن ما أحتاج إليه هو هدية جيدة. عندما أقول جيدة أقصد سيئة. وصلتني رسالة. ما هذا؟ تعالوا إلى حفلتي، تعالوا إلى حفلتي، تعالوا إلى حفلتي الآن. واجلبوا الهدايا، واجلبوا الهدايا، واجلبوا الهدايا الآن.
الجميع مدعو، الجميع مدعو. الجميع. هذا لطيف. لكن إلى ما يحتاج زيجي فعلا بمناسبة عيد ميلاده؟ أها، وجدتها. كرة قدم؟ لا، شيء آخر. أمر لا يستغني عنه. بيسبول. لا، ربما شيء آخر. حان وقت تحضير خشبة المسرح. ترى أعلن اليوم يوم عيد ميلادي زيجي. أيها العمدة، أيها العمدة، لا تبدأ من دوني. تحميل يفوق الطاقة. ستيفاني، هذا ما حذرناك منه. أرجوك عليك أن تساعدينا. تكلمي مع عمك. أرجوك، أرجوك ستيفاني. عمي. عمي. أجل. لا يمكنك أن تسمح لباسي أن تلقي خطاباً. ماذا يقول؟ قالت إنها حضرت خطاباً لعيد ميلادي. أعلم، هذا ما قصدته، فهي تواصل الكلام. وتواصل. 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 أجل، أجل، إذا فكرنا في الموضوع، أعتقد أنها تطيل الكلام قليلاً. قليلاً؟ صحيح. الأمر فظيع. الطقس فظيع، أليس كذلك أنيسة بيتيبودي؟ أجل، لم يحن موعد إلقائي الخطاب. لا أريد أن أضيع الفرصة كي أملأ عيد ميلادي هذا الصبي مرحا وسعادة. أضفت بعض الأشياء لهذه المناسبة. أشياء قليلة لن يأخذ الأمر وقتا. أين البداية؟ حسنا. لكن أولا لنوزع الهدايا. ألا أحبكم هدايا؟ نعم، أنا أحب الهدايا. أجل، أجل. والآن من سيبدأ؟ أنا أرجوكم. أنا. ولكن أنت أنا دائما تبدأ. أرجوك سيدي. أنا. هذه هديتي. شكرا، شكرا، شكرا لك. استنجي أفلتها. عيد ميلاد سعيد. ما هذه؟ قطعة من حلوى الطوفي، إنها المفضلة لدي. واحدة فقط. ستينجي، كيف عرفت؟ أجل، كيف عرفت؟ تخمين موفق. أيمكنني استعادة العلبة؟ حسناً ستينجي، افسح الطريق. أنا أمر. انتبهوا، هذه هدية كبيرة لك زيجي. أجل. افتحها، هيا افتحها. ماذا في داخلها؟ لما لا تفتحها زيجي؟ هيا. أنا أريد هذا، إنها هدية مضحكة. أحسنت باختيار الهدية تريكسي. انتبهوا، هدية أخرى. أجل. زيجي، أحضرت شيئا لك. نعم، تفضل. إنه ظرف. لطالما أردت واحدة مماثلا. شكرا. التالي. زيجي، يجب أن تفتح. افتح. أعلم ذلك. ماذا في داخله؟ www.tofi.com. هذا جيد، جيد جدا. يمكنك تحميل أي صورة تريد عبر الإنترنت لأي من حلويات التوفي. حقا. شكرا. يمكنني أن أكلها؟ لا، بل تنظر إليها فقط. ألا يمكنك عدها؟ حسنا، من التالي؟ أما الآن. عفوا، عفوا. الآن حان وقت خطابي. استمر. تذكرت أنني أضفت 5 دقائق على خطابي فقط من أجل عزيزي ويجي الصغير. ويجي؟ ذلك بعد أن أقدم إلى زيجي شيئا صغيرا. حلوى الطوفي بنكهة الطوفي. إنها من النوع الأفضل عندي. شكرا. ستيفاني، هل جلبت لي مزيدا من الطوفي؟ حسنا، إلى حد ما. توفي توفي غرامي تحليلي أيامي. أنا أدعو
سموها صيحة التوفي. كان ذلك جميلاً. أكاد أشعر بطعم التوفي اللذيذ. والآن لننتقل إلى خطاب سبورتاكس. لم تعتقد أن نيسان سعيدة ميلادك صحيح؟ ماذا جلبت؟ ماذا جلبت؟ ماذا جلبت؟ هدية مميزة لك، ستبقى لديك مدى الحياة. أهو تزويد لمدة 200 سنة من الحلوى؟ لا. أهو كيس من المقرمشات بنكهة الكاكاو؟ ها لا. هي شاحنة مليئة بالآيس كريم الذي هيا تفضل. رائع. تصلها كهرباء؟ لا تصلها بالكهرباء، إنها فرشة أسنان. أجل، ألم تسمع بفرشة أسنان زيجي؟ هي بلا 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 بلا. لا مهلا، دعوني أتفقد جهازي للبيانات. فرشاة الأسنان هي واحدة يمكن حملها ذات شعيرات فعالة وتأثيرها يدوم طويلاً. صحيح، تستخدمها لتنظيف أسنانك من بقايا الطعام. لكني أبقي بين أسناني بعض أشيائي. هذا مقرف زيجي. علي أن أمحو من ذهني ما سمعته. إنها كالتي أملكها تماماً. وكيف نستعملها؟ ألم تسمع أغنية العشرون مرة زيجي؟ هيا بنا. عشرون صغير لك، عشرون إلى أعلى، عشرون إلى أسفل، تتم عبره أعمالك، عشرون إلى اليسار، عشرون إلى اليمين، هي حيلة أعرفها تساعد إن طبقتها. لا تأخذ وقتا، حينها تصبح متألقا. اسمع نصيحتي، حان الوقت لكي تطلق نظف أسنانك مجددا. عشرون إلى أسفل. يا له من رقم سحري. عشرون إلى اليسار، عشرون إلى اليمين. تسمع عند السلام، ستشعر بالانتعاش. هيا اسمعني، كلامي مفيد لا كوالي. اسمع نصيحتي، حان الوقت لكي تظهر نظف أسنانك مجددا. حان الوقت لتبتسم، تحتاج إلى الرقم 20. حان الوقت نظف أسنانك مجددا. حان الوقت لتبتسم، تحتاج إلى الرقم 20. حان الوقت لكي تظهر نظف أسنانك مجددا. حان الوقت لتبتسم، تحتاج إلى الرقم 20. الرقم 20. أريد فعلاً أن أجربها. لا تحاول إذاً. أجل. لم تتصور فعلاً أنني سأنسى عيد ميلادك. تبدو كالفتيات أكثر منها حتى، وهذا واضح. أنا جنية عيد الميلاد يا صديقي. أجوب العالم وأقدم الهدايا إلى كل الأولاد في أعياد ميلادهم. جنية عيد الميلاد، لم تزوريني في عيد ميلادي ولا مرة. أنت تدينين لي بالكثير، تدينين لي بالهدايا عن السنوات الثمان التي مرت. إذن أين هي هديتي؟ أين هديتي؟ ها؟ دادا. أجل. ما هي؟ إذا ما هي؟ إنها آلة لصنع الحلوى، يتم تشغيلها بطريقة إلكترونية فوق صوتية. إنها أحدث وأروع آلة لصنع الحلوى. حسناً، هذا أمر لا نراه كل يوم. أتمنى فعلاً أن يسرعوا، إنهم يضيعون وقت خطاب مهم. أنت وحدك يا صديقي تستطيع أن تطلب ما تريده وستصنعه لك. أنا فقط. واو، سأشغلها ومن ثم أوقفها. لا توفي.
أتعتقد أنها فكرة جيدة؟ نعم. بل إنها فكرة رائعة جدا. دع الفتى يستمتع قليلا. هيا اذهب 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 اذهب. نعم نعم توفي. انتبه إنه توفي لذيذ. أتريد المزيد؟ توفي توفي توفي. ألفظها وأحصل عليها. لا تستطيع صنع أي شيء، هذا مذهل. توفي توفي. أنا أريدها 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 أريدها. ستينجي أرجوك ابتعد عن الأهدى. انتبه. توفي 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 توفي. ستينجي ستينجي توفي. توقفي. إنها تعمل. نعم توفي توفي توفي. القوة القصوى. واو توفي. هيا توفي 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 توفي. نعم أجل التقطها زيجي. توفي إلى الأبد. لا تقلقي يا هدايا، سأبقى هنا معك. انتبهوا. علينا أطفئ هذا الشيء الآن. انتبهوا يجب إيقافها. ما هذا؟ هيا يا زيجي أبصقها. هيا أبصقها. هيا زيجي. إنها حفلة عيد ميلاد جنونية. ستيفاني استمري بمساعدة زيجي، لدي تماما ما نحتاج إليه في منطادي. سلم. هيا ساعدنا. هيا علي أن أصل إلى الآلة. هيا بيكسل اجعلها تتوقف. إنها هدية تستمر بالإعطاء والإعطاء والإعطاء. لا أستطيع وحدي، زيجي يقدر على ذلك. عمي عليك أن تفعل شيئاً، وإلا سيتحول اسم ليزي تاون إلى توفي تاون. لما لا نأكلها بكل بساطة؟ ماذا تقول؟ إنها الحلوى، لما لا نأكل الحلوى؟ لماذا؟ يا جماعة هذه حالة طارئة، كلوا وانجوا بحياتكم. لا يمكنني أن أكل بسرعة. لا. أطفئها يا زيجي. زيجي أطفئها. أكلت كمية كافية من الطافي. ماذا يجري؟ لو علمت أن هذا ما ستؤول إليه الحفلة ما كنت أتيت إلى هنا. لا لأهرب. يجب أن أسرع. سنغرق في التوفي. لا أصدق أني سبيبادي. النجدة 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 النجدة. ما هذا؟ فرشاة الأسنان أين هي؟ لو كان زيجي يحمل فرشاة الأسنان لكان نظف أسنانه وأمر الآلة بأن تتوقف. أجل نظف أسنانك زيجي. لن ينجح الأمر. لا
لابد من أنها في مكان ما. إن فرشاة زيجي في الأسفل. انتهى أمري. لقد توقفت. ستنفجر. سبورتاكس هيا افعل شيئا. هيا سبورتاكس هيا. النجدة. النجدة. أين هو؟ أين سبورتاكس؟ ماذا لو لم يعد أبدا؟ عليه أن يعود. إنه سبورتاكس صحيح. لا، ستنفجر. النجدة. أحضرتها. التقط يا زيجي. عشرون مرة إلى الأعلى. زيجي، عشرون مرة إلى الأعلى. لا أستطيع أن أرى. النجدة. هيا هيا. أسرع يا زيجي. توقفي. أجل، أحسن. ميلفورد. رائع. إنها أجمل هدية على الإطلاق. النجدة. سبورتاكس. النجدة. 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 أنجدني. أسرع سبورتاكس. هذه ليست بجنية عيد ميلاد. إنه رابي روتن. رابي. ما غير معقول. أتشو، والآن سيبدأ خطابي. بين بانج ديجي ديجي دان. كلمة غريبة أغنيها. بين بانج ديجي ديجي دان. كلمة أجهل معانيها. تعالوا لنرقص كلنا. الحركة تفيد جسمنا. لكني كنت جنية عيد ميلاد رائعة. عيد ميلاد سعيدا لك. سارت الأمور بشكل جيد. الباب. إنه العمدة. المضرب رقم 3. إلى الليزي تاون، الأجمال في الكون. هنا روبي يخطط للشر، وسبورتاكس يسعى للخير. ستيفاني الرقيقة، لزيجي أفضل صديقة. مع بيكسل، ستينجي وتريكسي أيضا سيمرحون معا. حيوية ونشاط، الحياة في الليزي تاون. لن تشعر معنا بالأحباط، ستفرح في ليزي تاون. بطلة ليزي تاون الخارقة الجديدة.
مفكرتي العزيزة، يساعدنا سبورتاكوس دائماً، وأنا أتمنى أن نفعل له شيئاً ما. 148 149 150 51 52 53 54 55 رائع. مرحبا عمي، إلى اللقاء عمي. ستيفاني، نسيت فاتورك. الفطور هو أهم وجبة في اليوم، يحتوي على الكالسيوم، البروتين والفيتامينات، فيتامين ألف، فيتامين باء، وفيتامين. لا وقت لدي، سأذهب إلى اللقاء. أراك لاحقا. أين ذهبت فطيرتي؟ 199 و200. سبارتاكوس رائع، لم أكن أعرف أن الأبطال الخارقين عليهم أن يتمرنوا كل يوم. أيمكنني الركض والقفز معك؟ طبعا، لنبدأ بحركات الإحماء. حسنا. أنت جاهزة؟ حسنا، لنبدأ. اثنان بعد. إلى الجانب، هيا، إلى الأسفل، إلى الأعلى. حسنا، إلى الأعلى، إلى الأسفل، إلى الأعلى. مرة أخرى، إلى الأعلى، إلى الأسفل، إلى الأعلى. مرة أخرى. أنت جاهزة؟ إلى الأسفل. 1 2 3 إلى الأسفل. جاهزة؟ 1 2 اتبعيني، هيا هيا ستيفاني. أنا آتية. هيا، جاهزة؟ انطلقي، حركيها إلى الخلف، هيا. ابدأ. هيا لنذهب. اتبعيني. هل أنت بخير؟ أجل، شكراً سبارتاكوس. أهلاً بك. ألا تتعب أبداً؟ كيف ذلك؟ أنا أتمرن، أنام جيداً، وآكل جيداً. لم أتناول الفطور اليوم. لم تفعلي؟ لا. اذهبي وقفي تحت تلك الشجرة وأغلقي عينيك. حسناً. اذهبي، أغلقي عينيك. حسناً. ومدي يديك. حسناً. أهلا بك، علي أن أذهب. السلم، تابع التمرن. شكرا سبارتاكوس. يظن أنه ماهر جدا. علي أن أضع ذلك الرجل عند حده. ماذا؟ ماذا؟ هذا الرجل يغضبني كثيرا جدا. حسنا، أنا جاهزة. 3 2 1 انطلاق. أحدهم في مشكلة. انتبه.
أنت تقعين يا تيتسي. أجل شكرا سبورتاكس، أظن أنه علي تحسين قيادتي، على الأقل ارتديت خوذتي. هذا صحيح، حاولي أن تكوني أكثر حذرا. أجل طبعا لاحقاً. حسنا. السلم. واو تيكسي، هل أنت بخير؟ أجل أنا بخير، كانت جولة مسلية. أعرف كان ذلك رائعا. أوبس، كانت هذه فكرة سيئة. أجل، آمل أن تكون نقودي في أمان في الداخل. إذن أنقذك سبورتاكس. أجل أنقذني. من؟ دائما يقوم بأشياء لطيفة. من يقوم بأشياء لطيفة؟ سبورتاكس دائما يقوم بأشياء من أجلنا، علينا أن نفعل شيئا من أجل. فكرة رائعة. مثل ماذا؟ حسناً، لنكتب بعض الأفكار. أجل، لنفعل هذا. أجل، أفكر. لا شيء. حسناً، أولاً، علينا أن نبقى بعيدين عن المشاكل. صحيح. أحدهم في مشكلة. النجدة! 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 شكراً سبورتاكس، شكراً. أهلاً بك. هل تريد حلوى؟ لا شكراً. أجل زيجي، علي أن أجد طريقة للتخلص من سبورتاكوك. ماذا لو تنكرت؟ زي بقرة، أذنان كبيرتان جداً، منتفخ الشعر. إنه فارغ، مثل رأسي تماما. لا أعرف ماذا سأفعل. ما زلت لا أعرف. واحد، اثنان، ثلاثة. صخرتي تسحق مقصك. ولماذا؟ لأن صخرتك لي أنا. يا رفاق، يا رفاق، احذروا ماذا حصل؟ ماذا؟ لقد كنت على شجرة هنا هذا الصباح أبحث عن الحلوى وسقطت عن الغصن. أنت دائما تفعل هذا. لكن سبورتاكس قام بإنقاذي. مستحيل، سبورتاكس أنقذني أنا أيضا. وأنا مهلا، لم ينقذني أحد. لماذا لم ينقذني؟ ماذا عن حاجتي لينقذني أحد؟ حاجتي. حصلت على ما تريد. شكرا سبورتاكس. واو رائع سبورتاكس، لقد أنقذته. تقوم بأشياء من أجلنا، علينا أن نفعل شيئا من أجلك. لكنني أحب أن أنقذ الناس. لابد من أنك مرهق. كلا، لا أشعر بالتعب أبدا وأنا أساعد أحدا في مشكلة. في مشكلة. هل معنا كل شيء؟ أجل أظن ذلك، كل شيء في مكانه. لقد قررنا أنك تستحق يوم عطلة. لا أعرف كيف أكون في يوم عطلة. هذا سهل سبورتاكس. راقب جيدا. حسناً، أولاً اجلس باسترخاء، الرأس إلى الخلف. نعم. خذ نفساً عميقاً. لا تفكر في شيء أبداً. أنا لم أفكر في شيء يوماً. زيجي. نعم. دع كل شيء. زيجي. زيجي. لم أكن نائماً، كنت فقط أريح عيني. استراحة عمدا. إن الأمر كله يتعلق بالاسترخاء. أنا لم أسترخي يوماً في حياتي. ماذا؟ لا. هيا بنا. أجل، دعيه يرى. زيجي، أنت سيء في الاسترخاء. إلى الخلف، إلى الخلف. حسناً. تعال، لا تقلق، الأمر سهل. ابدأ الجلوس على ذلك الكرسي. ماذا؟ سأجلس ولا أفعل شيئاً طوال النهار؟ أجل. أنا لا أستطيع فعل هذا. يمكنك ذلك، ثق بي. ها ها،
الجلوس ممل جدا. أني أنا سبورتاكس، أحب أن أتحرك. الحركة تنشطني، بينج بينج بانج مستعد ليومي. اقفز بخفة فتصبح قويا. اجلس أرح نفسك، استرخي قليلا، فقد جاءت المساعدة. هيا هيا تنشطوا، لا للكسل في ليزي تاون. لا لا أنا أسترح، سأهتم بليزي تاون. هيا عبر عن نفسك، أي همة تكون. استرح العمل ممنوع. هيا هيا لا للكسل في ليزي تاون. لكن لا حسناً، لكنك أنا في عطلة. طبعاً أراك لاحقاً. أراك لاحقاً. أوه، وسبورتاكس؟ نعم. أعطني البلورة. بلورتي؟ لكن ماذا أفعل لو احتاج إلي أحد؟ لا يمكن أن يحتاج إليك وأنت في عطلة. حسناً، لست متأكداً. ليوم واحد فقط. حسناً. شكراً، استمتع بعطلتك. يمكنني القيام بهذا ليوم واحد. من الأفضل أن أراقبهم فقط لأتأكد. كتب هزلية لك. شكراً. تريكسي، ابتعدي عن المشاكل. مشاكل؟ سبورتاكس يحب المشاكل. أنا سأريه ما هي المشاكل. سيكون هناك الكثير من المشاكل. سيظن أن الحياة هي عبارة عن مشكلة. مشاكل مشاكل مشاكل. إنها حلوة، كنت قد نسيتها. يا رفاق، يظن سبورتاكس أننا سنتعرض للمشاكل في غيابه. ماذا لو حصل ذلك فعلا؟ صحيح، إذا كان سبورتاكس في عطلة فمن سيهتم بليزي تاون وكل أغراضي؟ كانت هذه فكرتك سفر لأجل. لدي فكرة، ماذا لو كنت أنا البطل الخارق؟ كنت أتمرن مع سبورتاكس، انظر. لا مستحيل. راقبوا يا رفاق. هيا لنرى ماذا. لم أعرف أنك تستطيع. ترى رائع جدا. جيد جدا. مثل سبورتا ستيفاني حقيقية. هيا له من اسم رائع. أجل. سأعود فورا. عجبا، إن كانت هي من سيحمينا فنحن في مشكلة كبيرة. راضي أيضا. أجل. لا 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 لا. عمي، أحتاج إلى فطور صحي. أجل أجل، لنرى ماذا لدينا هنا. شكرا. تفضلي. ماذا لدينا هنا؟ فطائر. طبعا، لماذا قررت تناول الفطور؟ أقصد بهذه الحماسة. سأكون بطلة ليزي تاون الخارقة. إذن تناول المزيد. يحتاج البطل الخارق إلى الكثير من الطاقة. إذن ما هو الزي الذي سترتدينه؟ الزي، نسيت أمره كليا. سأعود فورا. يوجد لعبة في الداخل. ديناصور مخيف. حسناً، ما رأيك في هذا؟ برافو. ما الذي أفكر فيه؟
مرحبا سيد ديناصور، هل تريد تناول الرقائق هذا الصباح؟ تفضل. ما رأيك في هذا؟ أوه ستيفاني، توقفي عن التسلية. سيد ديناصور، انظر انظر إلى هذا. ترى هذا هو. شكرا عمي. لكن ستيفاني، إذا كنت أنت البطل الخارق، ما الذي سيفعله سبارتاكس؟ هو يستمتع بعطلته. أجل، قلت عطلة؟ يمكنني أن أفعل هذا، يمكنني أن أفعل هذا. أجل، حسناً، انتهت دقيقة من فترة العطلة، بقي فقط 4000 من الدقائق. من المفترض أن تستريح. أوبس، أنا أفعل ذلك. نعم نعم، أنا أستريح. هذا مريح فعلا، أعجبني الأمر. نجحت. حسنا، سأفعل هذا. التفاحة. يمكنني أن أفعل هذا. حسنا. كيف سأنقذ أحداً إذا كنت أشعر بالخوف؟ لقد نجحت. أجل، إذن سبورتاكس يبحث عن المشاكل. إذن سأعطيه مشاكل مع 4 أرجل، ذيل صغير، وأسنان مدببة كبيرة. سوف أصنع كلباً آلياً شريراً جداً، سوف يهجم عليه عند سماع كلمة مشاكل. Mm-hmm.
هل أنت كلب جيد؟ لا، أنت كلب سيء. حسناً، والآن سأحرك المفتاح. واحد، اثنان، ثلاثة. مشكلة. لا لا لا، مهلاً مهلاً، توقف، أرجوك توقف، قلت لك توقف، مهلاً مهلاً. كلب لطيف. تشغيل. سوف يكون يوما رائعا جدا مع صديق الكلب إلى جانبي. سنقلب ليزي تاون رأسا على عقب، أليس كذلك أيها اللطيف؟ ها؟ هذا صديقي الوحيد وهو شرير بالتأكيد، مغرم بالأحذية، هي له كالتقنية. ماذا؟ يسير في الشوارع، يعض الناس ويصارع، يمح، يلهث، يفاجئ، يشم، يظهر أنيابه ويهاجم. كلبي الصغير أحبه، أشغله وأطفئه، ينبح دوما 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 ولا يخاف يتخلص من الأشقياء. في الشمس تلمع أنيابه، الكل يخافه ويهابه، البراغيث تملأه، وفي القتال تساعده. سبورتاكس سأهزمه، أنا وكلبي سنحطمه، مع خطاتي الذكية سأجعله يرحل من هنا إلى الأبد. أحب كلبي الآلي الشرير والوحشي. ينبح دوما 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 ولا يخاف يتخلص من الأشقياء. مرة أخرى، ينبح دوما 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 ولا يخاف يتخلص من الأشقياء. تفضل. استرخي فقط سبورتاكس. حسنا. جاهز؟ ها. إنها جيدة. أعجبتك سبورتاكس؟ ماذا؟ إنها جيدة بالفعل. ماذا تتوقع؟ أنا دمجتها. هذا قليل من الموسيقى الصاخبة والمزيد أيضا. أجل. لا مشكلة أبدا. ها. مشكلة. مشكلة 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 مشكلة. أنا سبورتاكس، أحب أن أنقذ الناس كثيرا من المشاكل. مشكلة. مشكلة 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 مشكلة. كلب جيد، أقصد كلب سيء. سبورتا ستيفاني. زي جميل جدا. جميل، إنه رائع. شكرا لكم. من ستخلصين أولا سبورتا الصغيرة؟ أنا؟ من يحتاج المساعدة أولا. عجبا. وقعت تلك الهرة في الشجيرات. لا تقلقي أيتها الهرة، سأنقذك. واو، حركات جميلة.
بأمان الآن أيتها ال... عمل رائع ستيفاني، أنت بطلة رائعة. لكن خلصت ريشة تنظيف الغبار. حسنا، هذه بداية. واحد، بورتاكس. اثنان، ثلاثة. بورتاكوك، أين أنت؟ أربعة. لدي مفاجأة لك. خمسة. لابد من أنه هنا في مكان ما. متأكدة أنه يجب علينا أن لا نأتي بسبورتاكس في حال حصل شيء ما؟ لا، سنعطيه عطلة مهما جرى. لن يحدث شيء آخر اليوم، لن تقومي بإنقاذ حقيقي. إنقاذ حقيقي؟ ماذا؟ أين هو سبورتاكوك؟ سبورتاكوك؟ أقصد سبورتا. ذلك الرجل. أياً كان، هل يقصد سبورتاكس؟ أبحث عنه في كل مكان. هو ليس هنا، إنه في عطلة الآن. قلت عطلة؟ لا أصدق هذا. لا يوجد بطل خارق عندما تحتاج إلى واحد. بلى يوجد. تترارا، أنا. أنت؟ ما المضحك؟ أنا سبورتا ستيفاني، أحل مكان سبورتاكس في حال حدوث أي مشكلة. هذا مخيف جدا. لم أعرف أنها تركض بهذه السرعة. ولا أنا. اهربي اهربي، إنها كلب مرعب. اهربي اهربي. هي ليست سبورتاكس، لكن هذا أفضل من لا شيء. علي أن أهنئ نفسي على ما فعلت هذا اليوم. اهربي اهربي، إنه أظن أنني سأذهب وأشتري المثلجات. في الواقع المثلجات مذهلة. أنا قلت مذهلة وليس مشكلة. قلت مشكلة. قلتها مجددا. ماذا؟ أنا في مشكلة. أحمل المسؤولية لسبورتاكس. آمل أن يمضي عطلة سيئة جدا. تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون و 10,000. موسيقى رائعة للتمرين، لكنني في عطلة. علي أن أسترخي. وعدت الأولاد بأن أسترخي. لا أستطيع فعل هذا. تعال تعال. اذهب من هنا، هيا. آه.
أي لا اذهب من هنا أيها الوحش الهمجي كان يجب أن أصنع ساندويشاً بدلاً منك أيها المتوحش لا اذهب من هنا اذهب من هنا اذهب انظرا لقد تسبب الكلب في احتجاز روبي فوق تلك اللوحة إنه في مشكلة حقيقية الآن ماذا سنفعل؟ ماذا؟ يمكنني النزول الآن نحن في مشكلة حقيقية الآن تلك الكلمة تتسبب في غضب ذلك الشيء هيا بنا هيا هيا بسرعة ماذا سنفعل؟ بسرعة هذا الكلب ليس لي هيا أسرع سيصل أهرباء اصعدا هيا هيا بسرعة اصعدا على السلم هيا اصعدا بسرعة هيا أغلق الباب بسرعة أسرع أغلق الباب هيا هيا هذا مرعب كلب مرعب كلب مخيف يجب أن أفعل شيئاً كاد يعضني ذاك الشيء لكن ماذا سأفعل؟ أنا غالق لا يمكنني النزول إلى الأسفل أو لا سوف أبقى عالقا هنا إلى الأبد رجلي لن تلمس الأرض مجددا العصافير ستبني عشاشها على رأسي والأولاد سيمرون من هنا وينظرون إلى الأعلى ويقولون انظروا إنه رجل اللوحة الأبلة النجدة النجدة ستيفاني ساعدينا ولكن ماذا يجري؟ سوف أرى ماذا يجري سبورتاكس يوجد كلب متوحش هنا تفضل خذ بلورتك واو الجميع في لا تقل هذه الكلمة لما لا؟ عندها سوف يهاجمك الكلب حسنا الآن انتهى وقت العطلة هل أنت جاهزة؟ أجل هيا لنفعل هذا هيا أركضي ستيفاني أنت أنقذي الأولاد وأنا سأنقذ روبي حسناً
هيا يمكنك القيام بهذا. كنت تصلين. رابي مرحبا يا رفاق. نعم سبورت استفدي. لا تفتح الباب. لا تفتح الباب. ما الذي سنفعله؟ استفدي تريكسي. أجل اربطيني جيدا. لا مشكلة. ماذا ستفعلين؟ سأنزل الآن. أجل سيأكلك الكلب على الفور. كوني حذرة. حسنا جيدا. ربي أنا قادم. نوب نوب. واو واو. ربي ربي انزلق على هذا السلم. لا هذه خدعة. لا ليست خدعة. يمكنك أن تفعل هذا. لا ستدفعني لتتخلص مني. لا لن أفعل. هيا ثق بي. هيا هيا. واو اترك رجلي. أنا أحاول أن أساعدك رابي. أنزلوها. حسناً. يمكنني أن أراها. يمكنني أن أفعل هذا. أنزلوني. أنزلوها. هيا. حسناً هل أنت جاهز؟ و خطوة أخرى بعد. لا بأس. حسنا رابي هيا انزلق. لا 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 لن أفعل هذا. لن أفعل هذا. هيا. لا لا تدفعني. لا تدفعني. أنا لا أدفعك لكن عليك أن تنزلق إلى الأسفل. لا. لن أفعل هذا. لن أفعل. سأفعل. أمي. معلقة أمام الكلب. ادفعوني. ارفعوه. ادفعوني. ستيفاني كرة القدم. والآن إلى الأسفل. تمكنت منه. أجل. عمل جيد ستيفاني. سأتي على الفور. والآن لا يمكنه النزول أبدا. سبورتاكس. أجل. نجحت ستيفاني. لقد أنقذتني. شكرا جزيلا لك. علي الاعتراف يا زهرية كنت جيدة. أجل. حسنا أحدهم ساعدني قليلا. يا رفاق أظن أن ستيفاني تستحق الكرة. أجل. نعم شكرا. سبورتاكس آسفة لأنني أفسدت عطلتك. حسنا إنقاذ الناس هو أفضل عطلة بالنسبة إلي. أجل. ربما بالنسبة إليك لكن بعد ما حدث اليوم أظن أنه أنا من يحتاج إلى عطلة. إلى أعلى ونطى نستدير بعدها نصفق نصفق.
لست إلا مسببا للمشاكل. لا. مفكرتي العزيزة، اليوم كان يوماً رائعاً. هاي، الثامنة وثمان دقائق، حان وقت النوم، يجب أن أنام. السرير. علي أن أنام لأحصل على الطاقة التي أحتاج إليها. ماذا؟ 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 آمل أن تكون مرتاحاً.